أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت طلبت منكم حفظ سورة النصر في الحلقة الفائتة، شكون اللي تمكن من الحفظ ديالها؟ وغادي نطلب من سناء باش تظهر لنا سورة النصر. تفضلي سناء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سنة ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه واستغفره إنه كان توابا. تبارك الله عليك سناء. إذن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، من بعد ما استمعنا الاستظهار يا سناء، أنا غادي نقرأ الصورة وانتم انتبهوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، غادي نطلب الآن من سلمى باش تقرأ لنا هذه السورة الكريمة. إذن تفضلي سلمى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كنا شفنا في حلقة فايتة واستغفره، بيني هذيك الهاء واستغفره نعم إنه كان توابا. تبارك الله عليك سلمى. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، كلنا كنقوموا بأعمال كثيرة كنبتغيو بها أخذ الحسنات وجلب الخير، ولكن باش تكون هذه الأعمال مقبولة عند الله كيفاش خصها تكون؟ غادي نسول عبد الله، غادي نقول له عبد الله هذه الأعمال باش تكون مقبولة عند الله تعالى كيفاش خصها تكون؟ خصها تكون خالصة لوجه الله. تبارك الله عليك عبد الله، فعلا خالصة لوجه الله، وهذا هو موضوعنا اليوم. موضوعنا هو الإخلاص في العمل، لكن شنو هي الشروط لتجعل العمل خالص لوجه الله تعالى؟ أي عمل باش يكون خالص لوجه الله تعالى خص توفر فيه مجموعة من الصفات، منها يكون القصد منه ابتغاء مرضات الله تعالى، وما تكونش النية فيه الرياء والشهرة، ونخليو العمل ديالنا دائما مستور وما نبقاوش نذكروه للناس ونتفاخروا به. وغادي نسولكم مرة أخرى أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، واش فكرتوا في شي شروط أخرى نضيفوها لهذا الشيء اللي قلنا؟ وغادي نتوجه لسناء، واش ممكن تضيفي لنا شي حاجة سناء؟ خصنا نتقنوا الأعمال ديالنا. تبارك الله عليك، فعلا خصنا نتقنوا الأعمال ديالنا. وشنو تنقصدوا بالإتقان؟ الإتقان هو نقوموا بالعمل كيف ما هو مطلوب منا وما نغشوش فيه. والإتقان ما مطلوبش فقط غير في الأعمال التعبدية بحال الصلاة والصيام والحج، لا، مطلوب حتى في غير العبادة. وفاش ممكن يكون عندنا الإخلاص؟ الإخلاص خصو يكون عندنا في حياتنا المعيشية كاملة. الإتقان في العمل اللي تنشتغلوا فيه بحال التعليم، بحال التجارة، بحال الصناعة، وأي عمل سواء كان وظيفة أو عمل حر، كيف ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وغادي نطلب من خديجة، شنو فهمتي من هذا الحديث خديجة؟
ربي كيبغينا اللي دار شي عمل يقوم به. اللي دار شي عمل؟ نعاود نقراك الحديث. ها نعم خديجة؟ يتقنوا. تبارك الله عليك خديجة. إذا الله تعالى تيحب إلا قمنا بشي عمل نتقنوه. الإنسان خاص تكون عنده همة عالية في الحياة ونية طيبة في كل الأعمال اللي فيها المنفعة ليه وللناس الآخرين. شكون فكر في شي شروط أخرى باش يتحقق الإخلاص؟ من الشروط كذلك أننا خصنا نأديو العمل بإحسان. وشنو تنقصدوا بالإحسان؟ المقصود به نأديو العمل ديالنا على أكمل وجه ونحسنوا فيه. والإحسان خص يكون في العبادة ويكون كذلك في السلوك ويكون في المعاملة ديالنا مع الله ومع أنفسنا ومع غيرنا. وهذا الشيء اللي شفناه أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين هو اللي غادي يبان الآن على الشاشة. صفات المخلص في العمل: ابتغاء رضا الله تعالى والتقرب إليه، إخفاء الأعمال والحرص على عدم إظهارها، الابتعاد عن الرياء والشهرة، الإتقان في العمل، أداء العمل بإحسان. دابا أنا غادي نقرأ هذا الشيء اللي استفدناه من هذه السورة الكريمة وانتم غادي ترددوا من بعدي. صفات المخلص في العمل: صفات المخلص في العمل، ابتغاء رضا الله تعالى والتقرب إليه، ابتغاء رضا الله تعالى والتقرب إليه، نعم، إخفاء الأعمال والحرص على عدم إظهارها، إخفاء الأعمال والحرص على عدم إظهارها، الابتعاد عن الرياء والشهرة، الابتعاد عن الرياء والشهرة، زيان، الإتقان في العمل، الإتقان في العمل، أداء العمل بإحسان، أداء العمل بإحسان. تبارك الله عليكم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين. العمل الخالص خص توفر فيه هذه الشروط ونعتبر الأعمال ديالنا عبادة تنتقرب بها الله تعالى باش نكسبوا رضاه. والإخلاص مذكور في كثير من الآيات في القرآن الكريم، منها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أنا غادي نقرأ أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين وانتم ترددوا من بعدي. قال الله تعالى: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، شنو فهمتوا من هذه الآية الكريمة؟ خصنا نكونوا قاصدين بجميع العبادات ديالنا وجه الله تعالى والتقرب ليه. إذن الخلاصة ديال هذا الشيء اللي قلنا أن العمل الخالص هو اللي تيكون لوجه الله تعالى وتيتحقق بإتقانه وأداءه بإحسان. وهذا الشيء هو اللي غادي يبان أمامكم الآن على الشاشة. العمل الخالص هو الذي يكون لوجه الله تعالى ويتحقق بإتقانه وأدائه بإحسان. إذن أنا غادي نقرأ وانتم غادي ترددوا من بعدي. العمل الخالص هو الذي يكون لوجه الله تعالى. نعود مرة أخرى. العمل الخالص هو الذي يكون لوجه الله تعالى. العمل الخالص هو الذي يكون لوجه الله تعالى. تبارك الله عليكم. ويتحقق بإتقانه وأدائه بإحسان،
ويتحقق بإتقانه وأدائه بإحسان. وشنو الرسالة والاستفادة اللي نخرجوا بها؟ خصنا نحرصوا على الإخلاص لله تعالى في أعمالنا وأقوالنا، نخلصوا في الأعمال ديالنا وفي الأقوال ديالنا، وهذا هو اللي غادي يبان أمامكم على الشاشة. أحرصوا على الإخلاص لله قولا وعملا. نعاود باش تكرروا تعاودوا من بعدي. أحرصوا على الإخلاص لله قولا وعملا. نعم تفضلوا. أحرص على الإخلاص لله قولا وعملا. تبارك الله عليكم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، باش تزيدوا تثبتوا الدرس راجعوه في الكتاب المقرر. وقبل ما ننهيو الحلقة ديال اليوم وباش تنميو المعارف ديالكم، غادي نكلفكم بالبحث عن بعض مظاهر الإخلاص في العبادات والمعاملات. غادي تقلبوا على بعض مظاهر الإخلاص في العبادات والمعاملات، واللي غادي ندرسوها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. وما تنساوش تحفظوا سورة النصر. وصلنا لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية، ننتقل لمادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.